يلا فريق أطفالنا التطوعي فريق يعنى بالطفل ودعمه اجتماعيا ونفسيا. قمنا اليوم بالتعاون مع الدفاع المدني بتأسيس ملعب للأطفال، وقد بدت الفرحة عارمة على وجوه الأطفال بتأسيس هذا الملعب الجميل الذي يضمهم ويسليهم ويزرع البسمة في قلوبهم. الدفاع المدني السوري في الريف الشمالي نقوم بالتعاون مع أطفال فريق أطفالنا أطفال سوريا الحبيبة التطوعي بإنشاء ملاعب وحدائق أطفال من أجل إعادة البسمة والفرحة لأطفالنا بعد حرب دامت 7 سنوات، ونتمنى بإنهاء هذه الحرب وإعادة البسمة والفرحة لأطفالنا.